والله العظيم اتجاقلب انا هذا الخبر. المغرب يستحق، وطال الوقت بزاف، طال الوقت. الحمد لله والحمد ونشكره، لان المغرب وصل هذا المستوى انه ينال الحصه ديال كاس العالم 2030، ومع من؟ مع الجيران الحقيقيين اللي هما اسبانيا والبرتغال. هادو دول حقيقيه وقديمه، عندهم امبراطوريات وعندهم حتى هما مملكات قدام بحالنا، وحنا احسن منهم وقيلا قبل منهم. المهم ماشي بحال شي جيران هي لا تحطوا البارح وتيقول لك حنايا. الحمد لله، كنهنئ صاحب الجلاله بهذا الخبر السعيد وجميع المغاربه قاطبه، وكنهنئ السي القجع اللي دار واحد ليدو بصمه ديالو كبيره باش وصلنا لهذا المستوى. مده ما يزيد اكثر من 20 سنه هو كيدابز وكيتحارب، ومهم وصلنا لواحد المجال. كنشكر من هذا المنبر، كنشكر صاحب الجلاله، وكنشكر جميع المغاربه، وهو الرياضي الاول طبعا، هو الرياضي الاول. وفي نفس الوقت كنشكروا جميع الدول اللي ساندتنا وفي منح في هذا الكاس وصوتوا لصالحنا. كي قلت لك الجيران ديال بصح، ماشي الجيران ديال الكذوب.